بشكل جدا مفاجئ وصدم الجميع، شاركت نارين بيوتي فيديو على قناتها على يوتيوب بعنوان الحقيقة، واللي جمعها مع صديقها المقرب موفلوكس من بعد خلاف بينهم دام سنة كاملة. فما شفناها الثنائي مع بعض لفترة جد طويلة من بعد ما كانوا مثيرين للجدل على السوشيال ميديا ويحققوا نجاح كتير كبير مع بعض. ولكن وآخر فترة صار المتابعين ينشر للثنائي صور مع بعض من لقاءاتهم عن طريق السر بعيد عن السوشيال ميديا من مطاعم أو أماكن ثانية. فحكموا فلوكس ونارين بيوتي عن عدة مواضيع بهذا الفيديو، واللي وضحوا فيه عدة أشياء للجمهور وأجابوا عن كتير تساؤلات كانت بتدور بالسوشيال ميديا، من بينها حقيقة خلافهم، حيث أكد أنهما كانا على خلاف ولكن ما حكوا عن السبب. وحكوا أيضا عن أغنية مو فلوكس البليكي وأغنية نارين أرتاح، ولمحوا أنهم كانوا عم يقصدوا نفسهم وخلافهم بهالأغاني. وحكوا أيضا أنهم كانوا عم يحضروا فيديوهات بعض خلال هالسنة اللي كانوا متزعلين فيها، وحكوا عن لقاءاتهم عن طريق السر أيضا. ولكن السؤال اللي حير الجميع هو سؤال مو فلوكس بآخر الفيديو، حيث كتمت نارين الصوت بالمونتاج، ولكن الجمهور حقق في الموضوع وحاولوا يعرفوا شو حكى، وأقرب شي كان شو اسمي بتليفونك. فهل برأيكم كان هذا هو سؤاله؟ أو عندكم اقتراحات تانية؟ اكتبونا اقتراحاتكم بخانة التعليقات. أما على انستغرام فشاركوا صورتين مع بعض، فهي كانت صورة نارين واللي علقت عليها بي قابلت فان اليوم، أما هي فكانت صورة مو فلوكس واللي علق من خلالها أيضا بقابلت فان اليوم. فتلقى الثنائي عدة تعليقات من بينها كانت من طرف اليوتيوبرز، وعبروا عن فرحتهم الكبيرة بهذا الخبر. فأسامة مروة علق بما معناه اشتقنا لكم مع بعض. فشو رأيكم بعودة نارين ومو مع بعض للسوشيال ميديا؟ وهل كنتم متوقعينها من قبل؟ شاركونا رأيكم تحت بخانة التعليقات.